أخبار اليوم. وفي رمضان يحلى الكلام عن الرياضة والصحة كمان. النهاردة وفقرة خاصة هنشوف كابتن مينا سمير هيقول لنا إيه فقرتنا الصحة والرشاقة في رمضان. يلا بينا. النهارده عايز اكمل الجزء عن المكملات او المكملات بشكل خاص. بقى اكتر حاجه بتسال فيها الناس اللي عايزه تخس حوارق الدهون او الفات بيرنرز كلها دي، انا بقسمها لجزئين، او انا في نظري بقسمها لجزئين: حاجات مباشره بتشتغل اكتر او جزء بتاعها قوي جدا محتاجه تمرين في جيم واوزان وكارديو كتير، وفي حوارق دهون غير مباشره او ضعيفه او مكمله لحوارق الدهون المباشره زي الاوميجا 3 اللي كارانتين في مجموعه من الاحماض الامينيه. عامه ايه الحوارق الدهون المباشره؟ اللي هي بيبقى فيها نسبه من الكافيين عاليه جدا زي اللايبو 6. الناس سالت عليه كتير، ايه اللايبو 6 بيعمل ايه؟ زي السوبر اتش دي، زي الهيدروكس كات، دي الحاجات اللي هي بتيجي من بره، المكملات اللي مش موجوده في صيدليات مصريه ومش منتج مصري، بتعتمد على نسبه كافيين عاليه جدا. الكافيين له دور كبير قوي في حرق الدهون، بس كل ده ما بيشتغلش على الخلايا الدهنيه بطريقه مباشره، هو بيشتغل على رفع الحرق او معدل حرق في التمرين. الحاجات اللي بتشتغل على الخلايا الدهنيه دي بتشتغل على غدد، ما بتبقاش حاجه من تبع المكملات، دي بتبقى ادويه تانية. في ادويه مثلا مخصصه للرب زي الكلين باترول والايفادرين، ناس تسال طب دي اخدها بتحرق دهون بس مضره جدا على القلب وتقلصات في العضلات، وفي منها كلين باترول ده بيجيب رعشه، عشان الناس بتسمع عنها ومش عارفه تاخدها ولا لا. لا، انا بعد عن الحاجات اللي هي ادويه زي ادويه الربو او الكلام ده، لان دي مضره جدا او بتتاخد بكميه معينه تحت اشراف دكتور برضه، لان في حاجات منها ضرت ناس وضرر جامد، اللي هي بتشتغل على الغدد اللي في الجسم فبتعلي الحرق، بتشتغل على الخلايا الدهنيه. انا خدت فات برنر او مكمل من غير نظام غذائي ومن غير تمرين، النتيجه صفر. ازاي؟ انا دلوقتي خدته يقوم او يساعدني ان انا احرق دهون، ورحت كلت اكل كملت فيه دهون، انا ما عملتش حاجه، عشان في ناس بتاخده وبتتمرن وفاكره ان هو بيعمل حاجه. انا عايز اتكلم على نقطه ان حوار الدهون المباشره اللي فيها كافيين عالي زي اللايبو 6 والسوبر اتش دي او اللي بنسمع عنها دي، لازم تمرين جيم، عشان في ناس مرن في البيت فاكره ممكن تاخدها. لو هتتمرن في البيت انت بتاخد الحاجات الضعيفه او الحاجات اللي مالهاش سايد افكت، مالهاش ضرر، لو ما اتمرنتش مش هتعبك ولا ضربات قلب سريعه ولا سهر ولا الكلام ده. زي ان انا ممكن اخد الكارانتين، ممكن اخد اقراص الخميره، ممكن تاخد اجل الاكل بتقفل الشهيه شويه، الاوميجا 3 على مدار اليوم، الكلام ده كله باخده بيبقى ملوش سايد افكت بالنسبه لي، وممكن اي تمرينه استفاد بيها. فلما حد بيتمرن في البيت انا انصحه ما ياخدش حرق دهون مباشر. الاهم من حرق الدهون، عشان في ناس بتاخدش بالها، لو انا جبته لازم 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 مكمل البروتين معاه، لان انا قلت قبل كده في الحلقه اللي فاتت البروتين ده اساسي، بتخس بتتخن ده اساسي، وكمان اهم للي بيخس، لان في ناس فاكره ان ملوش لازمه اللي بيخس، لا ده مش هيخس من غيره. لازم اوصل لنسبه البروتين المعدل الطبيعي بتاعي في الجسم اللي هي ضعف وزني ومن 2 و3، هو ده اهم المكملات عشان الناس بتسال عليها، سواء حوارق الدهون او البروتين. شكرا. وكده تبقى انتهت حلقتنا، لكن ما انتهتش لقاءاتنا، انتظرونا ولقاء جديد مع فقره الصحه والرياضه في رمضان، انتظرونا.